مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع في حلقة جديدة من رمضانيات. اليوم بدنا نتكلم عن أحد الحلويات المشهورة في رمضان وهو القطايف. القطايف يعني من الحلويات اللي انشهرت في بلاد الشام ثم انتشرت إلى باقي دول الوطن العربي ويمكن حتى إلى أماكن أخرى. طبعا القطايف هي عبارة عن عجينة زي البانكيك، اللي الناس اللي ما بيعرفوها واللي عايشين خارج الوطن العربي يمكن ما بسمعوا فيها. هي عبارة عن بانكيك صغيرة إلى طريقة تحضير أخرى من الطحين، وتوضع على صاج أو قطعة حديد محماة من الأسفل، وتصب بطريقة، تتذكر الصبة هاي يا جماعة؟ أيوة أيوة أيوة، هاي الصبة تنصب وبتعمل بأقراص صغيرة، وهذه الأقراص إلها خاصية إنها فيها فقاعات هواء في الوسط وعلى الأطراف بتكون ناشفة، وبالتالي عندما توضع بشكل نصف دائري، هي توضع الحشوة في الداخل حنتكلم عنها هلأ، ثم توضع والأطراف هاي يتم لمها أو جمعها بطريقة فتصبح بشكل نصف دائرة أو نصف قطر أو شكل. طبعا القصة تبعت القطايف هي إجت من الشكل تبعها، زي ما حكينا هي عادة موجودة عند كثير من الدول، حتى بدول جنوب شرق آسيا والصين بيعملوا القطايف، لكن بيعملوها بطريقة أخرى، ما بحشوها، إحنا عندنا الحشي ووضعها فتصبح بشكل نصف قمر. انتبهوا يا جماعة، وقربها من شهر رمضان هي عادة انتشرت أصلا في البداية في مصر في العصر المملوكي، وبدأت بعدها تنتشر إلى باقي الدول. وطبعا شو الحشوات اللي جوا الآن؟ في ناس بيعملوا حشوات ما أنزل الله بهم من سلطان، ناس أنا شفت حطوا، طبعا إحنا العادة عندنا مكسرات جوز وما جوز وشغلات زي هيك، أو جبن، هدول النوعين يعني المشهورين. أنا شفت ناس صاروا يحطوا زبيب، ناس بخلطوا جوز الهند مع المكسرات، وهذه طبعا قديمة، ناس بحطوا مربى بالداخل، مربى عسل، مربى هذا مع قطع صغيرة من الفواكه بخلطوها بطريقة بتصير زي السلسة هيك العجينة، وبتنحط في الداخل. ناس بحطوا قشطة بدل الجبن. طبعا كل هذه كيف المرأة بتحب تحط. أنا دقتها في الصين، مش عند يعني عند مسلمين بحطوا فيها معجون التمر، معجون التمر بنفس الطريقة، لكن ما دقتها عند العرب، يمكن ما حدا مسويها. طيب خلينا نحكي شوية عن القطايف. القطايف يعني من الحلويات المشهورة جدا في رمضان، خاصة بعد الإفطار الواحد هيك بيجي بكون ناوي يخد له حبة قطايف، ولكن مع شوية تلفزيون وحزازير ومش عارف إيش بكون سحب 5 6 7 8. خليني أحكي لكم حبة القطايف هاي قديش فيها سعرات حرارية. طبعا كل الموضوع يعتمد على المكونات وكمية السكر أو القطر اللي توضع في النهاية، فعشان هيك حاطيكم بعض الريكومنديشن في النهاية. لكن القطايف إذا كانت مقلية، طبعا تستخدم نوعين بسووا منها، ناس بسووها مقلية وناس بسووها مشوية. إذا كانت مقلية السعرات الحرارية فيها تقريبا 350 سعر لكل حبة، المشوية 250، يعني أنت بتنقص 100 سعر تقريبا من الزيوت اللي دخلت اللي أعطتك 100 سعر زيادة. فالمقلية 350 سعر، المشوية 250 سعر، طبعا بيعتمد على اللي داخله. الآن في بعضها مثلا الجبن، جبن ممتاز وجيد للصحة، فواي نوت. المكسرات، مكسرات مهمة جدا، تعطيك كمية من الطاقة والبروتين والأنتي أوكسيدنس، وفيها مواد رائعة، فلماذا ما تأكلها؟ لكن المشكلة في عملية القطر. القطر اللي هو السكر السائل الذي يحضر لصبه فوق القطايف، فالموضوع هذا لازم تهتم له المرأة، خاصة في الوضع الحالي أو الشخص اللي بيسوي القطايف لازم نخفف من كمية السكر. أنا نصيحتي إنه لا تستخدم السكر الأبيض اللي بيستخدموه الجميع في صنع القطر. السكر الأبيض هذا ضار جدا جدا جدا، ممكن تستخدميه في سكر بديل مثل الستيفيا، الإكزولوستين، في البوداز،
ايش بسموه بودا الشوغر موجود على الامازون ممكن تستخدمي، وكلها هاي لا ترفع نسبة السكر في الدم، وبالتالي هذه حتى مرضى السكري ممكن يستخدموها، خاصة الستيفيا الآن موجود في كل مكان، يعني سكر الستيفيا من السكريات اللي صار إشي موجود في كل مكان. أنا لا أحب المحليات الصناعية اللي هي استخدموها كانوا زمان مرضى السكر، لأنها كلها لها مواد كيميائية. لكن بشكل عام موضوع القطايف لازم نكون حذرين منه، لأنه اللي خسرنا وزن وخسرنا سعرات خلال الصيام عم بنعوضه بحبتين أو ثلاث حبات قطايف. أنتم متهيئين ثلاث حبات قطايف تعطيك حوالي أكثر من 1200 سعر أو 1300 سعر حسب كمية السكر، فعشان هيك برضو لازم نكون كونزيرفاتيف بكمية السكر بنحطها، ما نغطس يعني أنا عارف الناس بتحب نغطس القطايف بالسكر، لكن الأفضل نحط معلقة من السكر عليها، بالتالي الطعم بضله على التم مش لازم يدخل لجوة، وبنستفيد ومنه بنخفف من نسبة السكر، وزي ما حكينا ممكن نستخدم السكر البديل في صناعة القطر. صحة وعافية، كلوا قطايف، انبسطوا، ما تحرموا نفسكم في رمضان، هذا شهر رائع، شهر عبادة وشهر طاعة وشهر لمة وشهر جمعة وشهر الحبايب وشهر الأصدقاء وشهر الحلويات وشهر يعني لازم ننبسط، ما نحكي انه نمنع انفسنا، لكن نحاول انه نكون صحيين قدر المستطاع في هذا الشهر، لانه جسمنا بده يستفيد سواء روحيا او جسديا. نراكم في حلقة قادمة، سلام للجميع.